والإخوة، أعظم ما أصيبت به الأمة الإسلامية في الأزمنة المتأخرة هو الأنانية وحب الذات، وهي آفة خطيرة نهانا عنها المولى في كتابه ونهانا عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن لمسلم حقيقي ولا لمؤمن صادق أن يكون أنانيا، أن يكون محبا لذاته، لا يفرح إلا للأشياء التي فقط يستفيد منها وتتحقق بها مصالحه، ولا يحزن إلا لما أصابه هو من ضر وألم فقط لا غير. وهذا وللأسف الشديد هو الذي مزق شتات الأمة. لا يمكن للأمة أن تكون أنانية، ولا يمكن لأفراد الأمة أن يكونوا أنانيين. لابد للجميع أن يشعر بآلام الآخرين، أن يشاركهم في أفراحهم، وأن يشاركهم في أتراحهم، وأن يقف معهم. هذا هو الذي يجب أن يكون عليه المسلم.